نعم، احنا تكلمنا يعني اعتقد يعني حول هذه النقطة. يعني انا اعتقد يعني نحن لسنا بحاجة الى اتاتورك، نحن بحاجة الى عقولنا، ان نستخدم عقولنا صدقيني، وبالتالي وبعد ان نمتلك عقولنا وقوتنا وقدرتنا، نحن من سنصنع الزعيم الذي فعلا باستطاعته ان يقود مجتمعاتنا نحو العلمانيه. علينا ان نؤسس نفسنا، ان نثقف نفسنا، ان نعي تماما بان الحل لدينا وليس عند الاتاتورك التونسي او التركي او الكويتي او السعودي، لا، الحل في الاتاتورك اللي داخل نفسنا، عندما نملك القوه على التغيير، القوه على المواجهه، القوه على الاختلاف، القوة بأنني أربي أطفالي في المقام الأول على الأقل، أربيهم على الحرية. لا يعني خلينا نرفض أني أنا أربي أطفالي على دين معين، على مذهب معين، على قبيلة معينة، خليني ألغي هذا الشيء على الأقل في البداية، وبعدها نستطيع أن نخلق الأتاتورك اللي يحكمنا. بينما إذا نحن نخاف من صناعة القوي داخلنا، فما أعتقد باستطاعتنا أن نخلق القوي خارجنا.